السلام عليكم. لأول مرة بعد فترة طويلة تتعرض السفارة الأمريكية إلى قصف صاروخي من دون أن تتبنى أي جهة هذه العملية، على خلاف العمليات اللي سبقتها أو العمليات شبه اليومية اللي تستهدف القواعد الأمريكية في العراق. وجهت أصابع الاتهام غير الرسمية للتيار الصدري، وجاء الرد على صفحة وزير القائد بالنفي. أما الحكومة العراقية فقد وصفت ما حدث بأنه اعتداء إرهابي، ووجهت الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي الاعتداء على حد وصفها. أما واشنطن فقد بلغت أو دعت الحكومة العراقية إلى بذل ما بوسعها لحماية الدبلوماسيين الأمريكان وشركاء التحالف. هذا السجال الجديد يدخل على خط الأزمة المتعلقة بالانتخابات المحلية وموقف التيار الصدري المقاطع، لكن التطور الواضح هو موقف السيد مقتدى الصدر على لسان خطيب جامع الكوفة السيد هادي الدينيناوي، الذي كرر موقف الصدر بعدم تهديد ومنع وضرب أي مرشح أو حرق الدعايات الانتخابية. أما صالح محمد العراقي فاعتبر كل ما يحدث من أعمال تستهدف لوحات الفاسدين بين قوسين حسب تعبيره هي حرب انتخابية فاسدة بين الفاسدين. أما حكومة السوداني فصارت مثل حارس المرمى بين حماية السفارة، بين حماية المراكز الانتخابية والمرشحين، ومنيا ما ملتي غرفتي. ارحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي الاستاذ كاظم الحاج الباحث في الشان السياسي، الدكتور صالح الشذر استاذ العلاقات الدوليه، والاستاذ فهد الجبوري القيادي في تيار الحكمه. حياكم الله ضيوف الاكارم، اهلا وسهلا بكم. حياك الله استاذ كاظم، حياك الله دكتور، وحياك الله استاذ فهد. من اللي قصف السفاره هالمره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك حياك الله محمد ولضيفيك الكريمين ولمشاهديكم. هالسعيده من اللي قصف السفاره؟ احنا خلينا نبدي بدايه صحيحه استاذ محمد، ونعيد صياغه السؤال ونقول لماذا تستهدف او لماذا تقصف هذه اللي تسمى بالسفاره؟ هسه بغض النظر عن من قصف السفاره، ليش تستهدف هذه السفاره؟ ليش دون غيرها؟ زين، وبالتالي اعتقد ان الاجابه على هذا السؤال واضحه وصريحه. اولا الولايات المتحده الامريكيه، أمريكا علاقتها مع العراق منذ عام 2003 إلى الآن يعني لا تتعامل مع العراق على أنه دولة ذات سيادة، بل أنه لابد أن يتعامل معها على أنها تأمر والعراق يطيع. وربما يعني ما وجد في عام 1991 من مناطق حظر طيران لا زالت مستمرة إلى هذا اليوم. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، لماذا يحق لأمريكا أن تدعم الكيان الإسرائيلي ولا يحق للعراقيين أو المسلمين أو العرب أن يدعموا فلسطين؟ زين، آخذين طبعا بنظر الاعتبار أن هذه المواجهات الحالية الموجودة الآن بين فصائل المقاومة الإسلامية وبين القوات الأمريكية تأتي في إطار هذه القضية. تمام، لذلك ما يحق للآخرين يحق لنا كعراقيين. بمعنى أنه عندما تدعم أمريكا الكيان الإسرائيلي ويأتي وزير الخارجية الأمريكي ويقول للصهاينة أنا لم أتيكم بصفة وزير خارجية وإنما أتيتكم بصفة يهودي، نحن أيضا نقول الآن ندعم الفلسطينيين بصفتنا مسلمين وبصفتنا عرب. وتقصفون السفارة هنا؟ أي مهي هذا السؤال هنا، هنا. لو أخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقف العراق أو موقف الدول العربية أو موقف الإسلامية بنظر الاعتبار، ولا تقدم هذا الدعم بصورة واضحة وعلنية، واليوم استخدم الفيتو، اليوم او امس استخدم الفيتو ضد قرار لوقف اطلاق النار في قطاع غزه. لماذا؟ لانها تريد ان تدعم الكيان الاسرائيلي. واليوم هناك قرار بارسال اكثر من 45 الف قذيفه مختلفه. تمام، ليش تاخذني على غير موضوع؟ انا عندي موضوع محدد الان استاذ محمد. تمام، هذا هذا القصف هو جزء من عمليه مناصره غزه. طبعا قصف السفاره، طبعا قصف السفاره طبعا، ما له علاقه بالانتخابات؟ لا لا، انتخابات يا ولد. ليش ما حد تبناه هاي المره؟
هذه خيارات من قام بالفعل. إيه؟ هذه خيارات من قام بالفعل. أنا قلت أكو شبه تبني هسه الآن أسمع من عندك أنا. أقول إيه؟ أقول إنه بغض النظر عن من قام بقصف السفارة. زين. من هو؟ إيه؟ لماذا تستهدف هذه التسلسل؟ لا 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 هو الهدف من عنده هاي هذا قصف السفارة الأمريكية الآن. الهدف من عنده هو نصرة غزة لو أكو هدف ثاني غير هذا الموضوع. لا لا حتى أجاوبك أنا بالتفصيل أيضا. إيه؟ مسألة استهداف السفارة لأهداف انتخابية هذا أمر مستبعد. زين. إذن رأيي الشخصي إيه؟ أن هذا الأمر يأتي في إطار إيه؟ مناصرة غزة، ويأتي في إطار أن تتنبه الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها داخل العراق، وأن الموقف العراقي لا يمكن أن يؤطر بأي موقف سياسي. كل مرة تقصف، كل مرة تقصف تصدر بيان أنه إحنا قصفنا المكانات، يعني ماكو شيء مخفي. كل ما يقصفون قاعدة يقولون إحنا قصفنا القاعدة الفلانية. أنا وياك أستاذ. ليش هاي ما حد بناها؟ أنا وياك. أنا قلت لك هذه خيارات من قام بالفعل. إيه. هذه خيارات من قام بالفعل. زين. هذه خياراته. لكن الجو العام الآن ليس منطقيا أن تستهدف السفارة لأسباب انتخابية. زين. إذن الجو العام والبيئة العامة الآن هي مواجهة. ما طبعا. بين فصائل المقاومة الإسلامية ايه؟ وما بين القوات حتى الأمريكية. حتى الفصائل في أكثر تصريحات أكثر المواقف يقول لك إحنا ما نستهدف بعثات دبلوماسية، إحنا نستهدف وجود عسكري في العراق. هالمرة القصف للسفارة هذا الموضوع، ولا هذه قصة الاستهداف، قصة مهاجمة القواعد العسكرية مستمرة ويومية تطلع بها. وأنا جاوبك أستاذ محمد وأقول لك ايه؟ تحويل الصفة ايه؟ من قوات قتالية م. إلى قوات تدريب واستشارة لا يحول المعسكر إلى سفارة بصورة واضحة. واضح واضح دكتور. no. أول إصابة للاتهام وجهت للتيار الصدري بالموضوع. no. يعني هسه مو بشكل رسمي بس اللي دار خلال أنه من قصف السفارة هو التيار الصدري. no. جد أكو واقعية لهذا الموضوع. no. أولا تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد هنالك مشاكل كثيرة عصفت بالعملية السياسية، وبالتالي تكون هناك اتهامات متبادلة بين الأطراف سواء كانت داخل العملية السياسية أو خارج العملية السياسية. التيار الصدري الآن خارج العملية السياسية بالمجمل، وأعتقد أنه موضوع اتهامه في هكذا موضوع بعيد أو عاري عن الصحة من وجهة نظري، لأنه حقيقة أخذ العزلة على لسان السيد مقتدى الصدر وقال أنه لا أدخل مع الفاسدين من وجهة نظره. بالتالي الحكومة الحالية يعني حقيقة ومخرجاتها لا تمثل التيار الصدري على لسان مقتدى الصدر، لا من بعيد ولا من قريب. هاي الحكومة هذا شيء آخر. نعم. لا المقصود يعني بالموضوع في حالة يعني استهداف حقيقة البحثات الدبلوماسية لا سيما السفارة الأمريكية من وجهة نظري حتى أجيبك على سؤالك اللي سألت الأستاذ كاظم اللي هو في صلب الموضوع، أعتقد أنا من وجهة نظري الخاصة هو رسالة للحكومة وللسيد السوداني حتى لا يذهب بعيدا. نعم حتى لا يذهب بعيدا باتجاه على سبيل المثال باتجاه العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع غيره، وبالتالي يبقى تحت السيطرة من وجهة نظري من قبل الناس التي تحاول أن حقا أن تحجم موضوع أي رئيس وزراء. من ذو منهم من أوصله للسلطة. نعم. من أوصله للسلطة. من اللي وصله للسلطة؟ لا مو بس الإطار. من أوصله للسلطة؟ نعم. لا مو بس الإطار وصلوا على سبيل نعم يعني تحالف كامل. لا من أوصله للسلطة؟ نعم. زين يعني الإطار التنسيق هم اللي يقصفون السفارات؟ لا هنالك شو طلعوا هم شوف هسه احنا احتارين بس اسمح لي دكتور لا اخو بتقلت هسه اخو قلت اللي وصلوا اللي وصلوا نعم قاعد يوصلون رساله باستهداف السفاره بان انتم لا تروحوا للامريكان. نعم نعم ولا وسطيه. نعم بس هو البيان مالته جاب نتيجه عكسيه تماما لانه وصف استهداف السفاره بالارهاب. نعم فجاب نتيجه عكسيه تماما. نعم. زين الإطار شنو مصلحتهم من ضمن السفارة؟ أنا حقيقة أنا هسه الجماعة يسمونهم يقولونهم هاي سفارتكم العزيزة الحبيبة. نعم. زين يروحون يقصفون سفارتهم الحبيبة الإطار. هذا حقيقة رأي التيار الصدري بهذا الموضوع. أعتقد أنه السفارة الأمريكية ليس حبيبة لجميع العراقيين، هذا يعني منتين منها، ولكن هنالك مصالح سياسية خاصة لمن يصل إلى السلطة، بالتالي يعني هنالك حقيقة مجاملات وعلاقات دولية لا يمكن خرقها ولا يمكن التجاوز عليها. وبالتالي لدينا على سبيل المثال
اتفاق إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية أبرمه عام 2008 وفعل عام 2014 وحقا فعل يعني في الفترة الأخيرة، وحول مثل ما تفضل الأستاذ كاظم، حول القوات القتالية إلى علاقات يعني استشارية، علاقات صداقة ما يسموها يعني حقيقة. هذه المشاكل الكبيرة التي تحصل بنا هو من هذه التحويلات وهذه التأويلات. زين علينا هسه بس اسمح لي دكتور، اسمح لي تفضل. يعني هسه الكل يحكي يسميها سفارة الشر. نعم هسه خوب ولا واحد ما يسميها سفارة الشر. الفرق بين الجماعة، واحد يقول هاي حبيبتك وواحد يقول هاي حبيبتك، غير هي هاي. نعم زين هسه من القصفة ليش ما حد يتبناها؟ مو هي تقولون عليها سفارة شر، ليش ما تتبنون قصف لو السفارة؟ كانت قاعدة عسكرية لتبنتها فصائل المقاومة، ولكنها حقا سفارة تعتبر دبلوماسية، وهنالك قانون دولي يمنع المساس بالجانب الدبلوماسي وحقا والاشخاص الدبلوماسيين والموظفين الدبلوماسيين. اتفاقيات لاهاي واتفاقيات فيينا نصت، وهذا قرار دولي، وبالتالي يعرض الحكومه العراقيه للخطر، ولذلك لا يوجد متبنى لحتى هذه اللحظه. زين منو خلي نعيد السؤال بطريقه ثانيه، منو صاحب المصلحه في قصف السفاره الامريكيه في الوقت الحاضر؟ نعم من لديه علاقات واجندات خارجيه ويحاول ان يحافظ، ولا واحد ما عنده هم خلاص ساسدها لك. ولا واحد ما عنده علاقات خارجيه، من يعني مثل ما قلت لك، من يحاول ان يقول للحكومه هذه رسائل تصعيديه مبطنه، عليكم ان لا تذهبوا بعيدا مع الجانب الامريكي، وبالتالي حتى تبقى الحكومه ومخرجاتها تحت السيطره، سيطرة من يريد حقيقة أن يفرض أجنداته الخارجية. إذا كانت بعدما واضح، بس إذا كانت حضرتك ما جاء تخلي نكمل لا بيخالف، بس إذا كانت إذا الرسالة وهي وضحت هسه بس علي أنا خليك تكمل الفكرة. إذا كانت الرسالة مو عدت الكلام، إذا كانت الرسالة للحكومة بأنه لا تروحون مع الأمريكان، خو أكو رسائل يومية تطلق على القواعد، خب هاي مو رسائل كافية. القواعد العسكرية حق للمقاومة العراقية الإسلامية العربية باعتبار هنالك احتداء على مقدسات العرب، وبالتالي من حقنا حقك وحقي أنه نقصف هذه القواعد العسكرية، ولكن هذه مثل ما حضرتك هذه حقا جانب دبلوماسي وجانب عرفي لا يمكن المساس به من قبل الدول، ويدخل ضمن حتى سيادة الدول باعتبار أن هناك خرق لسيادة الدولة إذا ما صار هنالك حدث في أحدى السفارات العالمية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا توجد متبني لهذا الموضوع إطلاقا. طبعا نعم. سيد فهد حياك الله. الله محييك. الفصائل تنفي مسؤوليتها عن هذا الموضوع، الإطار يندد، التيار يقول لو أنا كان أعلنت بصراحة، لو أنا بقصف السفارة كان أعلنت. منطقيا إذا صدقنا كل هذه التصريحات يعني أكو طرف ثالث، الطرف الثالث يوصل لبنواس هنا بصفنا، دير وجهك هسه تلقى هذا يا طرف ثالث هذا يوصل لهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياة طيبة لجنابكم جناب الضيفين الكريمين مشاهدي قناتكم الأعزاء. يعني في الواقع عندما نتحدث عن الشخوص اللي ذكرتهم جنابك بهذا الأمر، تعلمون أن الفصائل لديها القدرة والشجاعة أن تتحدث بقصفها، وقبل قليل صدر بيان عن المقاومة الإسلامية في العراق تتحدث عن استهداف القواعد في سوريا وفي العراق، والأخوة الصدريين أيضا لهم القدرة على الحديث ويتحدثون بهذا الشأن، وهم طالبوا بإغلاق السفارة أصلا بهذا المنطق. والإطار هو اليوم ملتزم للحكومة وملتزم لهذا النظام الموجود حاليا، فلا أعتقد أن يذهب إلى هذه الأمور أو ببعض الأجزاء الموجودة به. بالتالي عندما نتحدث عن طرف ثالث نتحدث أن واجب الحكومة في حماية الوضع الداخلي في العراق. يعني تأيد قصة الطرف الثالث؟ نعم تأيد أنه فرضية الطرف الثالث؟ يعني اللي يدري بهذا الأمر فقط الأمريكان. أها جنابك بعد ساعتين الأمريكان عرفوا من اللي يضرب هذا الشيء وما شاء الله سماع العراق مستباح لهم، ويعلمون ويعرفون كل شيء، وشان دليل ذلك اللي حدث بأبو الرب، اللي حدث في جرف النصر وغيرها من الأمور الباقية. فالأوضاع الموجودة حاليا، ظروفنا، قربنا على الانتخابات راح يزيد من بعض المشاكل. هسه هذه المشاكل قد تكون مفتعلة، هذه المشاكل تكون بتأثيرات خارجية. بكل الأحوال نستطيع أن نقول أن هل الحكومة الآن قادرة على تبيان هذا الأمر؟ هنا قرارات شجاعة لرئيس الوزراء تحسب له في مواضيع التغييرات الأمنية التي نحتاجها وتحدثنا بها منذ البداية ومنذ تسلمه لرئيس الوزراء،
ان الاجهزه الامنيه، الاجهزه الاستخباريه، غيرها من المسميات الامنيه الخاصه الموجوده في الداخل العراقي، جميعها يحتاج الى مراجعه. زين. هناك تغلغل في هذه المؤسسات يعني وواضحه ومشاكل كثيره. يعني انا ما اعرف شنو قرار حل هذا الامر، بس ما يمكن انه تبسط الامان في الداخل العراقي. تمام تمام، انا خليني شويه نطلع، يعني ما اعرف شنو قرار شجاع اذا انت قائد عام للقوات المسلحه وعندك ضابط نقلته من مكان لمكان، شنو القرار الشجاع بالموضوع يعني؟ يعني بالتالي تعرفون جنابكم احنا بالامنه السابقه تعرضنا الى هكذا امور. أيه. وما كان لا جندي يحاسب ولا ضابط ولا امر ولا لواء ولا غيرها. أيه. اليوم انا اتفق وياكم، انا ما اريد انقله، انا اريد احاسبه، انا اشوف شنو الخلل الموجود به، اشوف اللواء مالته بفضائيين وفارغ وماكو احد يحمي هاي المنطقه بحيث صار اختلال بهذا الامر، صار تغلغل بهذا الموضوع لانه ماكو جنود موجودين. فبالتالي لابد ان تكون محاسبه، اتفق وياك جنابك. لا يعني اكو يعني اكو عندنا رئيس وزراء ما نقل ضابط خب يعني هذا يعتبر كل انجازات بالامن السابق. لا جنابك اليوم صار فوج كامل تم تغييره. ايه. يعني حتى نكون ايضا منصفين بالحديث ولا اتجاه امر معين. جنابك في الامن السابقه كانت العمليات في وسط بغداد، الاغتيالات وغيرها. ايه. الان بقدر الامكان كوزير داخلية، كمؤسسات أمنية وغيرها، تحاول أنه تحافظ على هذا الوضع الداخلي في بغداد. ولكن يعني هم منعوا، نتحدث إحنا يوم أمس استهدفوا مقر مع الأمن الوطني. مو ما 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 سمعتك. أقول لك اليوم أمس استهدفوا مقر مع الأمن الوطني. وين؟ يعني ببغداد. زين. أيضاً مو فقط هذا اغتيال. أكل بارحة، أول بارحة صار عندنا اغتيال في بغداد لشخص وفي وسط بغداد. يعني هسه هذا الاغتيال مو يعني بجوانب اخرى ما لها شغله الحكومه بهذا الامر. زين. يعني اكو جوانب اخرى دينيه ومن ذلك. تمام. لكن انا اخي العزيز اتحدث اقول اليوم الحفاظ على الامن في هذه الفتره في هذا الظرف، ما لم يبقى شيء على الانتخابات، هو ضروره واجبه على الحكومه. انا يعني متخوف على المستوى الشخصي بان هناك ردود فعل سوف تاتي من الجانب الامريكي بهذه الفتره المقبله. هم يعرفون من ساهم في قصفهم، ونتحدث دائما ونوضح لاخواننا جميعا ان السفاره الامريكيه مع كل الملاحظات الموجوده اكو قانون دولي يحكمنا ويحكم كل الدول الموجوده والمجاوره وغيرها. هذه السفاره في الداخل محميه من قبل النظام النظام السياسي، القواعد العسكريه وغيرها. الفصائل تتحدث وتقصف بهذا الشان، وعلى المستوى الشخصي فرح انا بهذا الامر، ولكن بهذا الجانب الرسمي الدبلوماسي سيعرض العراق الى الاحراج، سيعرض اي قانون دولي الى الاحراج. اي قانون دولي نحن لسنا بصدد دفع ثمن لا نستطيع ان ندفعه. واضح واضح. اي قانون دولي يحمي سفاره مثل ما يقولون هم، او ليش مثل ما يقولون سفاره بها سيرام، اي قانون دولي يحمي سفاره هي مقر عسكري، مقر استخباراتي. جماعه هيك يتهمونه وعندك واضح. شوف السفارة، إذن الخلل بالحكومة أخي العزيز، الخلل أنه أجي أفجرها. حتى أكون صريح وياك، أنا اليوم يعني حتى تكون صورة واضحة وما نكذب على شعب، نريد نفجرها. يعني إذا كان هناك خلل وضعف في الحكومة اللي طتها أكبر مكان داخل العراق، أكبر سفارة بالعالم موجودة، من اللي طاها هاي المساحة؟ من اللي طاها اللي حق أنه تدخل هاي المنظومة، منظومة سيرام الموجودة كأنما ثكنة عسكرية؟ ما مو تجي تحكي وياي انا كمواطن او كسياسي في حزب معين، نقول الحكومه المسؤوله عن هذا الامر. يا حكومه منهم؟ الحكومات. احسنت، الحكومات السابقه المسؤوله عن هذا الامر. احنا اليوم بهذا الوضع ما نقدر نتحدث ونذهب، احنا عندنا انتخابات جايه، شعب يريد بدايه استقرار، بدايه مرحله استقرار، فيما بعد تكون لكل هذه الاسئله اجوبه مستقبلا. تمام، قصه هذا القصف للسفاره إلى علاقة بالقصة الانتخابات وما يجري لو بعيد؟ يعني رأيك أستاذ فهد وياي؟ العفو، لك السؤال. آسف. نعم، هذا موضوع قصف السفارة إلى علاقة بالانتخابات لو ما إلى علاقة؟ والله في الواقع ما أعتقد إلى علاقة بموضوع الانتخابات، لأن الانتخابات ماضية بعقدها والقوى السياسية جميعها متفقة على عقد هذه الانتخابات. يعني قصف السفارة شنو اللي راح يأثر على الانتخابات مثلا؟ بأزيد الحالات هم راح يردون في مكان معين، وراح يكون سيناريو مشابه للسيناريوهات السابقة المسيئة من قبل هذه الأطراف الخارجية. فما أعتقد لهذا الأمر، ولكن نقول أن هنا قد يكون هناك طرف ثالث، مثل ما فضل جنابك، هناك طرف ثالث يريد أن يشتعل أو يشعل هذه الأزمة، حتى نبادر نطلع ونتحدث ونتهم كل طرف يتهم الآخر، وكل طرف ياخذ على نفسه، وتصير ازمه في الداخل العراقي.
مو فد شيء بعيد ولا هذا سيناريو بعيد عن الأخوة. تمام تمام تمام. قلت إنه هذا الموضوع ما له علاقة بالانتخابات. لا طبعا. له علاقة بقضية تتعلق بعقيدة وتتعلق بقصة تتعلق بغزة. نعم. زين في هذا الوقت بالذات وفي وضع حساس جدا تقصف السفارة الأمريكية. يقول لك يريد يبعدون السوداني عن الأمريكان. الأمريكان السوداني شرجع رد قال هاي القصف هو قصف إرهابي. يعني بحيث الأمريكي السوداني في هذا التصريح غازر الأمريكان واصطف مع الأمريكان. لا مو بهذه الزاوية. ها؟ ما نرى الصورة بهذه الزاوية. شلون تشوفها؟ علاقة السوداني مع الأمريكان ليست يعني بما يطمح به رئيس حكومة. هذا واقع حال. زين. وبالتالي يعني هناك محددات لرئيس الحكومة، لكن هذه المحددات أو الازدواجية التي تفرضها المناصب الرسمية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار أيضا المواقف العراقية. بمعنى أنه هل بالنسبة للسياسي العراقي لرئيس الحكومة لرئيس الجمهورية لأي مسؤول عراقي لأي سياسي عراقي لو كان هناك تمايز وتفاضل، هل الأهم الدم العراقي أو ما تسمى بالسفارة الأمريكية؟ لم نرى أن هناك إدانة واضحة للفعل الأمريكي باستهداف القوات الأمنية العراقية. منين ما شفت الإدانة؟ من القوة السياسية بصورة عامة. يعني هذا الفعل استهداف السفارة الذي غير معلوم لحد الآن بالمناسبة، وفرضية الطرف الثالث، نحن الآن غير عندنا أربع أطراف الآن، دار الصدري مسألة انتخابات هذا مستبعد، لطار التنسيق أيضا أمر مستبعد، تبقى الفصائل والطرف الثالث أو الرابع. ما دام ماكو هناك تبني، ليش ما ناخذ سيناريو التالي؟ لماذا لم تفتعل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر للضغط على الحكومة العراقية لتبريرها قصف القوات الأمنية في جرف النصر؟ هذا السيناريو يطرح لو يطرح. هذا انقصفوا منا يعني هسه من هذا يؤيد يعني هذا الأبو نعاس بينه وبين السفارة بس الشط هذا يؤيد. زين أبو نعاس قوات أمنية وكل شيء موجود. زين هذا يؤيد هذا السيناريو. هذا السيناريو موجود. يعني الأمريكان هم اللي قصفوا تعتقد؟ سيناريو يطرح. زين سيناريو يطرح. ليش؟ لأن الحكومة العراقية كان لها موقف نسبي، هسه ما أقول كامل، نسبي باتجاه استهداف القوات الأمنية. لذلك وفق هذا السيناريو أمريكا افتعلت هذا الحدث حتى تعطي وتضغط على الحكومة العراقية لتقوم بهذا البيان الذي قرأناه، وأيضا هي تبرر فعلها بما حدث اتجاه القوات الأمنية. هذا من جانب أستاذ محمد. الجانب الآخر، إحنا كعراقيين متفقين على هذه السفارة. أستاذ ضيفنا العزيز أستاذ فهد قال أعطوها، يعني ماكو حكومة طت هذه الأرض لهذا واقع حال بالاحتلال. إجت قالت هذا مكاني يعني هذا مكاني، وانت اشرت الى انه ماكو سفاره بالعالم بها منظومه دفاع جوي سيرام. بالتالي احنا كعراقيين هي واقع عن السفاره الامريكيه قبل تشكيل الحكومات اجت موجوده. ماكو يعني الارض اغتصبت. الارض اغتصبت والمعمول به وفق القوانين الدوليه ان الارض تشترى من الدوله وتدفع ثمنها لتكون صحيح. ارض تخص تلك الدوله وتمارس عليها حقوقها السياديه. زين. هذا الامر تم ما تم. الامر الاخر، احنا الوجود الامريكي بصوره عامه طبيعته واهدافه، يعني هذه السفاره الامريكيه هسه مثل اي سفاره اخرى موجوده بالعراق لو تختلف، حركه السفيره مثل حركه اي سفير بالعراق لو تختلف. اهداف الوجود الامريكي يعني على مستوى قوات وحتى على مستوى سياسي، خلنا نفرض هذه الفرضيه. زين. هو ايضا مثل اهداف التواجد بس الحكومه تتعامل معها مع هاي السفاره كبعثه دبلوماسيه مثل اي بعثه دبلوماسيه. لذلك اقول استاذ محمد، لذلك اقول انه الحكومه العراقيه عندما يفرض عليها القانون الدولي ان تتعامل مع هذه السفاره، ايضا الواجب الوطني يحتم عليها ان تتعامل مع هذه السفاره والقوات المرتبطه بها بامر وباسلوب وبسلوك يختلف اخر عندما تستهدف هذه السفاره وهذه القوات الامنيه العراقيه، اخذين بنظر الاعتبار ان القوات التي استهدفت هي تابعه للقائد العام للقوات المسلحه، بمعنى ان الاستهداف يمس القائد العام للقوات المسلحه. زين ما ادري هسه هذا علم اسئله، يقول سفارتكم الحبيبه لك اسئله. اسالني. سفارتكم الحبيبه هي علم هي من سفارتكم الحبيبه يعني الاطار ومن مع الاطار؟ لا شوف احنا بهذه الامر احنا هسه نقول كعراقيين
المقاومة السياسية التي لوح بها البعض أو يعمل بها البعض يجب أيضا لا تذهب باتجاه أن تتحول المقاومة السياسية. بمعنى أن المقاومة السياسية الآن في هذا في هذا التوقيت وفي هذا الحدث يجب أن يكون لها موقف. زين. والموقف تقصد من؟ أي جهة سياسية تدعي أو تعمل أو تقول أنها مقاومة سياسية هنا اليوم في هذا في هذه النقطة الحرجة لابد أن يكون لها موقف. زين. يعني البيان الذي صدر من الإطار التنسيقي مع السيد رئيس الوزراء يعني وصف العملية بالعملية الإرهابية. هسه هناك معلومات لا يعلم بها الشعب العراقي، هذا بحث آخر. زين. لكن استهداف القوات الأمنية ووجود وسقوط شهداء هذا الأمر أيضا يتحتم أن يكون هناك، إذا سمحت الأستاذ محمد 30 ثانية، واضح، يتحتم أن يكون هناك فعل سياسي يضغط على الحكومة ليكون موقفها مختلف. زين، هسه أنا عرفت أنت مو من جماعة الحبيبة. يلا الحبيبة مو يمكم حبيبة من؟ حبيبة من؟ خلينا نشوف حبيبة من. نعم، حبيبة من هاي السفارة؟ من يشكل الحكومة إيه ويمضي باتجاه أن تكون له علاقات خارجية هي رموز. لا تسلع قلبي. هي رموز. من يشكل الحكومة؟ هي الحكومة مشكلة. من يشكل بالمضارع؟ أنت مشكلتك ما جاي تخلي الفكرة تكمل وبالتالي راح تموتني. يلا. من يشكل الحكومة؟ أي حكومة تتشكل قصدي في أي وقت سواء كان حاليا أو بعدين تكون السفارة حبيبة له. يعني ما دام هو بالحكومة هي حبيبة. انتهى موضوع. خوش. لأن لا يمكن. ما أنا مسؤول عن كلامي. أن تتشكل حكومة كل الحكومات؟ كل الحكومات في العراق. إلا ضربت الدنيا أنت. نعم. إلا بمباركة أمريكية وحقيقة وإقليمية، وبالتالي لا يمكن الخروج باعتبار أمريكا نحن نعيش في الأحادية القطبية وأمريكا لديها سيطرة على مستوى العالم باعتبار قيادة للنظام الحالي العالمي، وأعتقد نحن جزء صغير جدا من هذا النظام وبالتالي ومحتل، ويضطر رئيس الوزراء حتى لو كان المتحدث رئيس وزراء يزعلون عليك لك هذا يطمح لو كان المتحدث أو حضرتك رئيس وزراء ستكون لديك مشاكل كبيرة في الداخل وفي الجانب الإقليمي وفي الجانب الدولي، وبالتالي لا يمكن إرضاء جميع الأطراف. زين، يعني هي هاي حبيبة والله ما ادري، حبيبه متتاليه متواتره هذا حبيبه طرف واحد حتى اريحك، يعني حبيبه يوميه بتنقله من واحد لواحد. حبيبه عاهره. نعم. عم يزعلون عليك السفاره ولا شو اسمه؟ مشكله والله بعد هاي زعلوا وما زعلوا، هاي مشكله. احنا العراقيين لدينا مشاكل حقيقه ولدينا ثأر مع الجانب الامريكي كشعب تحدث. زين، كشعب شعب محتل، شعب تأذى أيضا، يعني لدينا حق الآن اختراق للجانب الديني الإسلامي في فلسطين، وبالتالي لدينا ثأر مع الجانب الأمريكي. لا يمكن، قد نحاول أن تكون لك حقا أن نبعد الخطر عن الجانب العراقي وأن نجامل الحكومة حتى في حالة تمشية الأمور العادية في علاقات الخارجية، ولكن يبقى أنا من وجهة نظري كل عراقي شريف وكل عراقي وطني مخلص لديه موقف سلبي مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الغربي بصورة عامة. يعني هسه كل اللي اشتركوا بالحكومات كانت حبيبتهم السفارة. نعم. من طلعوا يطلق عليهم هكذا. أي من طلعوا من الحكومات صار أي أصبحوا بعيدين عن الحبيبة. نعم. والله ضربت الدنيا انت هسه. استاذ فهد، استاذ فهد. نعم. يعني توافق على هذا الطرح انه الان انتم حبيبتكم السفاره الامريكيه بشكل الحكومه مالتكم هسه بالوقت الحاضر هي الحبيبه بحضنكم؟ يعني في الواقع نتحدث عن حبيبه، احنا اليوم عندنا مصالح. انا لو بيدي حتى ما اشوفهم ولا اقعد وياهم، صح، بس بالتالي عندي مصلحه وطنيه عليا. أنا إلى هذا عادي وذاك عادي، شو كل شعبي؟ زين، يوصل الدولار ب400,000 دينار عمود يقولون علي وطني؟ لو أنه اليوم أطردها وأسوي مشكلة دبلوماسية ما بين كل الأطراف، عمود 3, 4, 5 يقولوا بارك الله بيك ورحم الله والدك وأنا مموت الجوع 40 مليون. مو لو أكو غير هذا الكلام؟ مو أكو شعارات تختلف مع هذا؟ نعم، هذا اللي تحدث به حضرتك هو سياسه براغماتيه. انا اريد اوصل، انا عندي مصلحه. لا، بس عندك شعار، عندك شعار ترفض الهيمنه الامريكيه، عندك شعار ترفض الاحتلال الامريكي، عندك شعار كذا، هذول التفاصيل وين راحن؟ لا، بالتالي انا رافضها. انا ما اقول لك انه انا راح اصير عميل لها وحاجه اقعدها بكل مكان السفيره وحتى اتباحث بشؤون الدوله انا وياها.
لا بالتالي أنا هم موقفها عند حدودها، أنا هم عندي أبواب أخرى موجودة، عندي روسيا، عندي الصين، عندي أبواب أخرى اليوم أطرقها، أسوي علاقات أوازنها ما بين دولتي لأجل مصلحتي، أيضا مصلحتي تقتضي وجود علاقة قوية مع الجانب الروسي، مع الجانب الإيراني، مع الجانب الصيني وغيرها من الأقطاب اليوم اللي تصير في العالم. فبالتالي أنا الجانب الأمريكي شنو ما أعرف، هو التسليط فقط على الجانب الأمريكي يعني في الواقع، حتى هم تكون الصورة واضحة، هم ما يعوفوك بحالك، هم الأمريكان يعني قد يفرضون عليك اليوم احنا عندنا جولة تراخيص راح تكون الجولة السادسة اعتقد، وهي راح تروح للجانب الروسي، هم هننتظر فد فيلم جديد راح يصير انا وفق رأيي الشخصي يعني من الامريكان بهذا الخصوص، بالتالي ما راح يخلوك تروح توقع هاي الجولات هيك ببلاش. بالتالي هاي شلون تريد توازن كل هاي الامور كمصلحة بلدك العليا، منين تجيبها بظل هاي الظروف الموجودة حاليا؟ بالتالي اخي العزيز احنا نحتاج الى وضع دبلوماسي، وفق رأيي الشخصي احنا فاقدين، ما عندنا ذاك الوضع الدبلوماسي الخارجي اللي يحاول يشكل لي لوبيات خارجية تدعمني داخليا وتسوي سياسة أقطاب واضحة، ما عندنا هيك وضع. يعني ما أعرف إذا الأخوة أيضا مطلعين على هذا الأمر ويوافقون بهذا الحديث. أنت اليوم أهم عنصر في أي حكومة القوة السياسية في بغداد هاملته وتاركته، وتاركته الإقليم حتى تكون الصورة واضحة. يوم الجانب الإقليم ما شاء الله علاقاتهم الخارجية قوية بكل الدول. قصدك العلاقات الخارجية؟ نعم. أي نعم، العلاقات الخارجية عندهم لوبيات برا مشكلين ويدعموهم بالكونغرس الأمريكي بحيث تصل المراحل إلى الاتصال على رئيس وزراء بخصوص تحويلات المالية لهم. ليش؟ عندهم وضع خارجي قوي، إحنا بالداخل بس يتعاقدون بيناتهم. الحلبوس. عارفين الموضوع كله. الحلبوس يتعاقد مع شركة. على مود يسوي علاقات أنا الصوت مالتك ناصي مدى أسمع زين الحلبوسي يا شباب صعد الصوت للأستاذ فهد الحلبوسي لما نتعاقد مع شركة من أجل تشكيل لوبي حتى بشكل علاقات أنت اليوم داخل شنو أمريكا تشكيل لوبي؟ أستاذ حبيبي أستاذ محمد تشكيل لوبي أكو فرق، أنا ما أشكل لوبي حتى أحسن سمعتي قدام مسؤولين أمريكان، أنا ما أشتري مفلسيا زين، واضحة الفكرة؟ أنت قصدك للدولة؟ أنا دا أسوي لوبي ما بين قوة سياسية دولية ما بين أقطاب. سابقا العراق في العهد الملكي كان أكو حلف اسمه حلف بغداد موجود في الداخل. صحيح. ما يمكن لأي شخص يروح لأي جانب عسكري في أربع دول أو خمسة إذا ما يمر كلية بغداد العسكرية. أنا ليش أروح اليوم أكون أسوي لوبي حتى حسن سمعتي؟ حسنت ولا ما حسنت؟ أنا ما أحترم رأيي أصلا. اللي يريد يروح يسوي لي لوبي على هذا الشأن، لا، أنا أريد أسوي وضع دبلوماسي خارجي يدعمني كحكومة عراقية، هذا اللي دا أسعى إليه. أريد أكون علاقات خارجية وفوق مبدأ احترام الداخل العراقي واحترام حكومتي، هذا اللي يبحث عنه. زين. هاي الشركات حتى تحسن سمعتي عند أطراف، وهاي الأطراف هم قد بعضهم غير مؤثرين يضحكون على هذا وذاك ويأخذون منهم هاي الفلوس وما بهم أي فائدة، لكن أنا دا أبحث اليوم عن علاقات مع رؤساء مجلس نواب في دول معينة أوروبية وغيرها، أشكل لوبي يدعم الدولة مو يدعم شخص ولا يدعم حزب، أكو فرق. زين، الحكومة عندها قدرة لحماية هذه السفارة لو هي السفارة؟ ليش هسه الان نرجع على بروشه نظر ثانيه، يعني انه السفاره بالعراق خلت سيرام لانه عدم قدره الحكومات على حمايتها، فبالتالي جابت هذا السيرام وخلته. هاي الحكومه اللي موجوده حاليا عندها قدره على الموازنه بين ما هو مشروع ما هو مشروع. الان عندك قصه مشروعه، ناس تقول لك احنا عندنا قضيه وهاي القضيه تمس عقائدنا، قضيه احنا هذا محور، هذا محور كبير العقائديين جدا كبير. العقائديين هم شجعان عندما يقصفون القواعد العسكرية ويتحدثون ببياناتهم وهي واضحة، هاي شجاعة عالية، لكن العقائديين ما يريدون يفكرون أيضا بمصلحتنا أنا وياك كعراقيين ومصلحة 40 مليون، فما أعتقد هذا الشأن أنه نجيب سيرتهم في كل قصف لسفارة أو لموقع دبلوماسي، هذا مو شغلهم، مو واضح. هم يتحدثون الناس بشجاعة أنه قصفنا قاعدة بها دبابة بها وضع بها صواريخ قواعد غيرها طيارات، أكو قاعدة، بس هذا قصف القاعدة ما يأثر على علاقاتكم. بالتالي اليوم العراق سوى أكو فد مشروع معين سوف ينطلق خلال الفترة المقبلة، راح يفكك هذا التحالف الدولي، راح ينهي في الداخل العراقي وفق احترام لكل الأطراف المتبادلة بهذا الشأن. تمام، شوية خلينا نروح على الانتخابات. أكو ربط صار بين السفارة وبين اللي شفته أنا في تغريدة وزير القائد صالح محمد العراقي، وإلك السؤال أستاذ فهد. نعم. أكو ربط صار بين السفارة وبين الانتخابات، يعني الموضوع واحد كأنما
يعني ما اعرف حقيقه شنو نقدر نفككها. بس حتى التغريده نفسها اللي تحدث بها الرجل يتحدث عن مجموعه من الفاسدين جميع الفاسدين وخليها بين قوسين ويتحاربون بيناتهم في قضيه تمزيق اللوحات، في قضيه اعتداء على المقرات، لان التفاصيل الاخرى. شنو تقييمكم الى هذا الواقع؟ يعني اولا عفوا خليني اكملك حتى يكتمل السؤال. الشيء الثاني سؤالك طوله، هذا سؤالك عشان نجاوب. هذا طويل لا مو هي المعلومه لازم تكتمل. حتى اذا ما تكتمل المعلومه السؤال لك زين، اذا كملت لك زين. ليش ما اكمله على بخير؟ زين. ايضا خطيب جمعه الكوفه تحدث بشكل واضح واوضح موقف السيد مقتدى الصدر على ان اي اعتداء على المرشحين، على لوحاتهم، على منعهم، هذا غير مقبول وغير وارد. يعني اولا على الجزء الاول من سؤالك هي. انه شنو الربط ما بين الانتخابات وما بين قصف السفاره؟ يعني انا اؤكد لك ان وفق ما انا اعرفه عن الاخوه الصدريين هم بعيدين عن هذا الشان ولا يذهبون الى هذا الامر. زين، واضحه الفكره؟ هاي اتضحت. هسه باعتبارات انه الامريكان اليوم هم مو غش، مع ما يعرفون اللي قصفهم منه، يعرفوه بعد ساعتين وداعتك. بغداد اليوم سماءها محاطه وواضحه الفكره، منين ما ينطلق الصاروخ يعرفوه. بس ليش تاخروا؟ وهم عندهم حجه الامريكان بهذا الشيء. الشيء الثاني موضوع الانتخابات والتغريده اللي قلت عليها جنابك، احنا يعني بالتالي احترمنا رغبة اخواننا في التيار الصدري عندما ارادوا المقاطعة وعدم مشاركة الانتخابات، ونقدر هذا الامر ونحترمه، وطالبناهم باكثر من مرة ان يرجعوا الى الانتخابات ويرجعوا للعملية السياسية بانهم جزء اساسي من الشارع العراقي. الشيء الاخر انه نحن نذهب الى اتهامات مثل ما كان سؤالك مو بهذا الشأن، انه التغريدة تقول الفاسدين وقطعهم اللي طلع واللي حرق واللي شال القطاع واللي كسر، واضحه بعضهم انتماءاتهم بمقاطع فيديو. زين، فاحنا ما نريد نسب بهذا الحديث. لكن رساله يوم امس اللي جنابك تحدثت بها للخطيب على المنبر، انا اعتقد هاي رساله انه اليوم قفوا عن اي شيء، نحن لا نقبل بهذا الامر. واحنا نعرف انه السيد مقتدى الله يحفظه ما يقبل بهاي الامور ولا يقبل بأي شيء يجيب إساءة لا إله ولا تاريخه ولا لسمعته، وما نقبل الإساءة أيضا بهذا الأمر. هناك انفعالات من قبل بعض الأطراف، هناك إساءات هاي غير مقبولة، أكل يوم اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في وجهات النظر السياسية، لكن أن تذهب إلى الإساءة هذا غير مقبول ولا يمكن أن نقبل به. فلذلك هذا بعيد كل البعد، وقد تكون هذه رسالة مبطنة وصلت إلى جماهيرهم أنه قد هناك أكو تحرك منفرد، اكو اتفاق ويا جزء معين، اكو ثلاثه اربعه منفعلين. فبالتالي اليوم هذا باتفاق ايضا تغريده نازله من السيد بهذا الخصوص، انه ما ان دعوه وما ان شغله بكل هذا اللي دي يصير. فهذا اللي يعني هذا حتى يعني يخلي كل واحد يطلع من وجهه نظركم مقبول لو لا. اولا يخلي كل واحد يطلع يمارس اي موضوع يتعلق بدعايه انتخابيه، بخرق دعايه انتخابيه، بحرق صور مرشحين او كذا، هو خارج عن التيار الصدري، مو من التيار. والله هم يتحدثون بهذا الشان مو احنا. يعني اعتقد جنابك اليوم تغريداتهم كانت واضحه وحديثهم كان واضح بهذا الشان. اضافه الى ذلك هذا عمل مناف للقانون وخارج عن القانون، فما يمكن لاي جهه ان تقف لاشخاص ينافون القانون ويخالفون هذا الشأن. تمام، مو لا هذا الكلام صحيح. هذا اشتقر من عند الموقف الجديد يا ابو. هو الموقف قديم بالنسبه للتيار الصدري، لانه الواضح من مواقف سيد مقتدى الصدر وتغريداته واضحه، احنا مقاطعين الانتخابات. نعم، احنا مقاطعين الانتخابات، بس احنا ما نجبر واحد انه على المقاطعه على الانتخابات. اللي احداث اللي صارت والتصريحات اللي صدرت، تصريحين عندنا، تصريح واضح لخطيب جمعة الكوفة، وتصريح حقيقة أنا ما فهمته يعني لوزير القائد صالح محمد العراقي لما يتحدث عن أنه هذا صراع بين الفاسدين بين اللوحات وأشياء والاعتداء عليهم. أولا مسألة يعني خطيب الجمعة، فهذا يعني انتهى يعني الأمر الذي فيه تستفتية. بالتالي يعني انتهى بأي طريقة؟ انتهى انه هناك توجيه واضح واضح.
من الحنانة ومن مسجد الكوفة على أنه ممارسة العملية الديمقراطية أمر طبيعي جدا وقانوني. زين، هذا من جانب. من جانب آخر، لا يحق للآخرين وفق هذا التوجيه، وفق هذه الخطبة، أن يعترضوا أو يمزقوا أو يهددوا وفق هذا التصريح. الأمر الآخر بمعنى أنه هذا يؤكد أن الانسحاب قناعة ورأي شخصي وهو محترم. أما مسألة تقييم العملية السياسية أو القوة السياسية، فهذا كل شخص هو حر كيف يقيم العملية السياسية. ربما أنت تقيمها بصورة إيجابية، ربما مثلا دكتور صالح يقيمها بصورة سلبية، هذا يخص رؤيته وتجربته داخل العملية السياسية. تمام. بمعنى أنه مسألة الصراع بين الفاسدين التي ذكرت هو تقييم لعملية سياسية، لكن هل هو تقييم عام شامل أو يمثل جهة معينة؟ هنا النقاش. اي بس هو اتهام للسياسيين بان هم اللي يفتعلون هاي الاشياء بيناتهم، احنا كتيار صدري ما لنا علاقه بالموضوع. هذا وح، هذا انا ما اتحدث عن هذا. هذا اللي فهمته، ما ادري هو فهمي صحيح لو لا. لا عفوا استاذ محمد. اولا مساله تقييم العمليه السياسيه او وصفها بوصف معين، هذه يعني راي لجهه سياسيه او لشخص معين. خب هذا واضح. هذا واضح. هذا ما عليه نقاش. اقول هل ان هذا الوصف يمثل جميع القوى السياسية أو لا، أو أنه القوى السياسية تقول لا، نحن نعم موجود فساد مستشرى، فساد موجود في كافة قطاعات الدولة، ونحن نعمل على أن يكون هناك معالجة لهذا الفساد، لكن العملية السياسية ليست برمتها فاسدة. هذا رأي القوى السياسية. زين، ليست بفاسدة والفساد واقع حال، وبالتالي نحن نعمل على أن نصلح هذا الفساد من خلال العملية الانتخابية. هذا جانب. جانب آخر، من يقوم الآن بعد هذا التوجيه أعتقد أنه سيكون واضح، هو أولا إذا ونحن نعلم أن أتباع التيار الصدر أو أتباع السيد مقتدى الصدر لهم انضباط في مسألة التوجيه، وبالتالي من سيقوم بأي عمل ينافي هذا التوجيه حتما أنه لن يكون ضمن أجواء التيار الصدر، أو أنه ضمن أجواء التيار الصدر لكنه منفعل، لديه حالة انفعالية، ردة فعل معينة، بمعنى أنه العملية الانتخابية التي ستحدث في يوم 18 الآن أصبحت الأمور سالكة باتجاهها، لا يوجد هناك تهديد ولا يوجد هناك معارضة ولا يوجد هناك مثلا أي شيء ممكن أن يعكر الأجواء وفق هذه الخطبة التي سمعناها يوم أمس. لذلك بغض النظر عن طبيعة الوصف السياسي للعملية السياسية، الان القوى السياسيه الموجوده سنه وشيعة، ما هو قصد التهديد عندك، انت عندك جزء منسحب مقاطع، وهذا الجزء مو سهل، وعنده تاثير بالعمليه السياسيه طبعا، اكيد، وعنده تاثير بالشارع طبعًا. يعني الموضوع مو سلس وماشي وخلاص ومشت الامور. لا طبعا، لا اكيد، لا ينكر ان التيار الصدري قاعده جماهيريه وزعامه سياسيه وتمثيل، وهناك خدمات، وهناك يعني قاعده جماهيريه سياسيه بكل ما تلتزم هذه القاعده، على مستوى موظفين، على مستوى خدمات، على مستوى تأييد، على مستوى نسبه مشاركه، على مستوى تأثير في نوعيه ونسبه المشاركه، كلها تؤثر. هذا الامر لا ينكر، هذا واقع حال، لكن عندما يتخذ سماحه السيد مقتدى الصدر قرار الانسحاب، هل تلام القوى السياسيه الاخرى؟ تلام لو ما تلام؟ اي تلام. تلام. ما هو المطلوب من القوى السياسية؟ التواصل مع سماحة السيد غير؟ هسا أنا ما أعلم، صورة شخصية ما أعلم تواصلوا وما تواصلوا، بس أعتقد أنه المفروض والمنطق يفرض على أن يكون هناك تواصل، وأن يكون هناك وصول إلى محاولة تفاهم على قاعدة مشتركة، وبالتالي عودة سابقا صار تواصل بس وراح للحج العامري، لكن بعدها انقطع الموضوع، صارت دعوات في وسائل الإعلام، دعوات في وسائل الإعلام. لا دعوات بالسياسة، وسائل الإعلام أستاذ محمد، أنت سيد العارفين، مواقع التواصل الاجتماعي، القنوات الفضائية، مع احتراماتنا لدورها وتأثيرها، هذا أمر واضح، صناعة رأي عام، توجيه رأي عام، هذا يتفق عليه، لكن أن يكون هناك تواصل مع زعم بين زعامات سياسية بغض النظر، ليس مثلا سماحة السيد مقتدى الصدر، أي جهتين سياسية، التواصل بينها من خلال وسائل الإعلام أعتقد أنه يضر أكثر منه ينفع. تمام دكتور صالح. نعم. ما أدري، أنا حضرتك كنت قريب على هذا الموضوع، أريد بس يعني أريد أفهم حقيقة، أنا أريد أفهم اليوم أنه كل ما يحدث من أعمال تستهدف لوحات الفاسدين حرب انتخابية فاسدة بين الفاسدين. نعم. بس بيها شمول، يعني بيها شمول
يعني كل المرشحين فاسدين اليوم بالانتخابات هذول. هو نعم. بس هاي اول شغله. نعم. الشغله الثانيه، ولتعلموا ان صمتنا لن يدوم اذا عدتم لاكاذيبكم ونفاقكم. هاي التغريده اجت بعد التعليمات الواضحه اللي اصدرها خطيب جمعه الكوفه. نعم. نعتمد من هسه اذا كسياسيين هم يعتمدون من؟ يعتمدون هاي لو يعتمدون ذيك؟ نعم يعتمدون الاثنين. أي. الجانب الاول مثل ما ذكر استاذ كاظم صح، توجيهات مركزيه بالنسبه للتيار الصدري. أي. بانه هذا الموضوع سيمضي ولا تستهدف، ومن يخرج عن هذه التوجيهات هو اعتقد انه ليس من التيار الصدري او من اتباع سيد الصدر. هذا جانب. أي. جانب الاخر التغريده اذا اردنا نفككها يعني نسويها جزئين. أي. الجزء الاول حرب قصده، حرب بين الفاسدين انفسهم باعتبار يقصد الكتل السياسيه اللي قاطعها التيار الصدري اصلا، وكان سيد الصدر ينعتم بالفاسدين، هذا حقيقه، فبالتالي هو يقصد هذا الموضوع يعني. زين. نعم. لا هو يقصد لوحات الفاسدين، هي لوحات الفاسدين هم جزء من عندهم. نعم. واحد يشقق لوحه الثانيه واضحه هاي. نعم هي واضحه موجوده. موجوده طبعا. لكن فيه. الجزء الثاني اكو جماعه من التيار بشكل واضح رافعين يعني صور سيد الصدر وتفاصيل هواية. ليس كل من يرفع صورة السيد الصدر هو من التيار الصدري، هذا ما نقدر نجزم بهذا الموضوع. أكو المفروض الجانب الأمني لازم يلزمون الناس والتحقيقات وبالتالي يثبت مثل ممكن يعني إنه هذا الموضوع. يثبت بأنه هاي حركات شعبية طلعت من تلقاء نفسها، أثارتها بعض الأشياء وطلعت يعني مو توجيه مركزي من قبل مكتب السيد الصدر أو السيد الصدر نفسه. قد تكون هناك أجندات خارجية لخلط الأوراق وبالتالي ضرب القوى السياسية سواء كانت الغير منتمية يعني للحالي عند التشكيل النظام السياسي أو المنتمية. وبالتالي من الممكن يعني هو نوع من الفتنة مثل ما من الممكن على هذا السيناريو، وبالتالي إذا ما ذهبنا بهذا الاتجاه أعتقد أنه الانتخابات ستجرى في وقتها. والتغريدة واضحة فقط ذكر بموضوع الفاسدين إن عدتم عدنا حتى لا تتهمون التيار الصدري. مو هذا مو في مسألة الفساد. نعم. هي مسألة. نعم. يعني صمتنا لن. نعم. يطول أو إذا. نعم. عدتم عدنا. إذا عدتم عدنا حتى لا تتهمون التيار الصدري. هذا فيما يخص اتهام التيار الصدري. نعم. بقصف السفارة. هذا القصف. مو في مسألة الانتخابات. نعم. أنا جدا أشكرك أستاذ كاظم الحاج الباحث في الشأن السياسي، شكرا دكتور صالح الشذر أستاذ العلاقات الدولية، شكرا أيضا للأستاذ فهد الجبوري القيادي في تيار الحكمة. أشكركم مشاهدينا الكرام، غدا بنفس التوقيت ألتقيكم بإذن الله، في أمان الله.